كثير من الجاليات يحضرون المساجد ويستمعون إلى الخطب، ولكنهم لا يفهمون منها شيئا لأنها لا تتحدث أو لا تترجم إلى لغاتهم. لعل الشيخ صالح كلمة أو توجيه. الخطبة يجب أن تلقى باللغة العربية، طيب، وأن تترجم بعد الصلاة. بعد الصلاة، بعد الصلاة تترجم للحاضرين من إخواننا الذين لا يحسنون اللغة العربية. الله المستعان. نعم، الله المستعان. إذا يدعو الشيخ صالح إلى ترجمة الخطبة بعد الصلاة في مساجدنا لتفهمها الجالية التي تحضر خطبة الجمعة أو الأعياد. إذا كانوا كثيرين في المسجد فتترجم لهم، لكن بعد الصلاة. لكن بعد الصلاة. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.